الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. الكليب اللي شفتوه ده زوجته هي اللي عامله له للراجل ده، مراته هي اللي عامله له الكليب ده، تخيلوا. والملفت للنظر في الكليب ده بقى للمحترفين انه نايم في حتت كتيره غريبه، يعني نايم في العربيه وطبعا فاتح شباك العربيه ونايم في اوضاع غريبه. مره هو سايق يعني ركن بالعربيه وهي بتشتري حاجات، رجعت لقيته نايم، او وهو قاعد مع حد في الناحيه اليمين، فالصبح وبالليل نايم في اوقات كتيره. فالشخير عرض لحاله مرضيه معاه اشياء كتيره خطيره جدا، صعوبه التنفس، ضغط اللي بيرتفع. في رابط وثيق جدا بين الشخير وحدوثه نتيجه انسداد مجرى الهواء او ضيقه يعني، وبين ارتفاع ضغط الدم وتحسن حاله ضغط الدم. مش هنقول شفاء التام، لكن في حالات بتقترب تقريبا من انها خلاص. طبعا في عوامل تانية لضغط الدم لو موجوده، لكن اللي بنسمع بقى ان ضغط دمه 180 190 وعلى 120 او 110 اللي هو السفير، لما بيتحسن مع الدواء بيقل الدواء، بيقل جدا درجه ضغط الدم وبيرجع تاني، يبقى كنترولابل، يبقى متحكم فيه. النهارده حوار مثير للغايه وممتع للغايه، لانه دايما الحالات اللي بتتكلم في الموضوع ده بيبقى حوارها في كثير من المعاناة. احنا شفناها في صورة كليب شبه كوميدي، لكن الواقع بيبقى مش كوميدي، الواقع بيبقى مؤلم ومزعج. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، طبعا استشاري ودكتوراه الأنف والأذن والحنجرة، ودكتوراه واستشاري العلاج بالليزر من جامعة القاهرة، وزمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، وزمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، وأستاذ الأستاذ الزائد بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم، الاسم الكبير. اهلا بيك دكتور هشام بيه. اهلا دكتور ايمن على المقدمه. شفت الفيديو الغريب ده؟ جميل. طبعا ده هو ده الشخير. ست عامله الجزء. ده الغريب بقى ان كل المرضى اللي بيجوا لي سواء رجاله او ستات، كل واحد يا اما جاي مسجل لمراته يا اما هي جايه مسجله ليه. وعلى فكره كان بيجوا الاول محرجين مكسوفين، النهارده هي بتيجي هو بيجي وهم ودي حاجه جميله جدا عجباني دلوقتي، جايين وطالبين ان هم يتعالجوا الاثنين، كانهم يعني تيم واحد وفريق واحد وجايين متفقين انهم عايزين يتعالجوا. الشخير حاله مرضيه الانسان ما بيشتكيش منها نفسه، يعني هو ما بيجي لو واحد عايش لوحده او بينام لوحده ممكن ما يطلبش، يعني لو ما حدش في البيت عنده ما فيش مشكله، لكن هو بيبدا القصه لما يطلع رحله، لما يتجوز، لما يقعد حد جنبه، هيبدا هنا تنقلب المشكله الى عرض حقيقي، يبدا يقول لك انا جاي لك بقى، انا عندي مشكله شخير، صح كده؟ ده كلام مظبوط. لكن في شق مهم جدا، ان في اول موضوع الشخير ان الواحد بيطلع صوت، وهذا الصوت ما بيضايقوش لكن بيضايق اللي جنبه. هو كتير جدا يجي يقولوا لي مثلا الحقيقه يعني انا مش جاي عشان انا متضايق، انا صوت بيطلع مني بالليل، برجع بطول الليل بشخر، بصحى الصبح عندي مشاكل بس مش فارقه معايا، لكن المشكله في اللي نايم جنبه او اللي المجموعه المصاحبه ليه بتبقى عامله مشكله كبيره جدا. لكن المشكله الاهم من كده ان هذا الشخير متغير، دايناميك، متحرك، يعني النهارده بيطلع صوت بكره هيطلع صوت بخنقه وهكذا. فيعني ما اقول، لا انا عايز اوصله ان اقول ان عيان الشخير النهارده اللي بيطلع صوت بس بكره مش هيطلع صوت بس، هيطلع صوت ويبقى مخنوق ويبتدي هو نفسه يشتكي. اسمحوا لي نرحب بطبعا ضيف معانا النهارده الاستاذ رياض احمد. الاستاذ رياض احمد هو مصري بيعمل في دوله الكويت الشقيقه،
وعمل عمليه خاصه بالشخير واحكي لنا قصص مثيره. اهلا بيك يا استاذ رياض. على خير يا دكتور ايمن. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتور. انت من الصعيد؟ من جنة. من هنا؟ أيوة. احسن ناس. الله يخليك يا دكتور. الصعيد دول حاجه عظيمه جدا جدا. الله يخليك يا دكتور. انا عايز ابدا الاول مع الدكتور هشام بس يعني فيما يتعلق بحاله رياض، لان النهارده حاله احنا بنتكلم النهارده ابلايت كلينيكال، يعني بنشرح الشخير على حاله. فايه قصه الحاله بتاعت الاستاذ رياض؟ الاستاذ رياض جالي الحقيقه من الكويت، قال لي انا جاي لك وعندي مشكله شخير مش ليا بس، للي حواليا. انت بتتفرجوا علينا في الكويت؟ انا بتفرج في كل الدنيا. الله يخليك والله. الله يخليك والله يا دكتور ايمن. يعني احنا موجودين في الكويت. موجود يا باشا في كل الدنيا. لنا شعبيه؟ لا ليك شعبيه كتير. احلى تحيه للشعب الكويتي العظيم والله. الشعوب الخليج كلها. فطبعا جالي وقال لي انا المشكله مش بس عندي، المشكله مش بس في الشخير، المشكله في اللي حواليا، المشكله في الناس اللي بيناموا معايا في الاوضه بطفشهم. ما هي دي مشكله. هي مشكلة المدينة الجامعية، مشكلة السكن بتاع المجمع. فعاملة له مشكلة مش بس كده، لما بيسافر احكي لهم بقى. لما انا دكتور يعني من حوالي سنتين ثلاثة كده حسيت بالخنق ليه الأول. واخد بال حضرتك؟ فروحت عملت سليب تيست، واخد بال حضرتك؟ طلع عندي طلع عندي بيقطع النفس 25 مرة في الليل. هذه كانت المشكلة، إن النفس بيقطع مع الشخير، مش الشخير وبس، الشخير لوحده اعتقد مفيش مشكله، بس هي قطعه النفس هي المشكله. يعني معلش قبل ما انت رحت تعمل اختبار نوم. بناء على ايه اللي حركك؟ ايه اللي حركك تروح اللي تعمل؟ حركني ان الناس في السكن اشتكت من الشخير بتاع الصوت العالي. دي اول حاجه حركتك. دي اول حاجه. طيب في حاجه ثانيه؟ وعندي المدام كانت بتقول لي بالليل نفسك بيقطع وبيرجع تاني، بيقطع ويرجع تاني. بتتخض بالليل طبعا، المدام انت نايم جنبها بتتخض عليك. فده اللي خلاني ان انا لازم افحص نفسي. لما فحصت وطلع كده شفت الدكتور هشام في البرنامج بصراحه، يعني بدون مجاملات وبدون حاجه، وشفت مع حضرتك في برنامج الناس الحلوه، وبعد كده ابتديت اتابع الدكتور هشام واقرا وحاجات. فقلت لا، الموضوع بقى لان الموضوع بقى كده هيدخل في حاجات انا في غنى عنها. احكي لي بقى ايه المعاناه الثانيه؟ يعني هل بس الشخير وشكوه الناس في السكن ولا ايه ثاني؟ في المعاناه يا دكتور، انا كنت بصحى الصبح نايم، لما اروح دوام الصبح لو مشيت بالظبط نص ساعه اي اشاره ممكن انام بالعربي في السياره، ممكن انام. المعاناه الكبيره ان انا كنت بتصل بزوجتي من الكويت لو انا عندي مشوار بالساعه ساعه ونص ساعتين عشان تتكلم معايا وترغي معايا على اساس ما انامش. انت لو سبت لوحدك ما انا لو سبتني هنام. لا ولو الطرق نام. الطرق في الخليج الطرق تنيم اللي لا يا دكتور هناك الحادثه كمان مميته عشان خاطر السرعات بالظبط، ان انت بتمشي 120 من فوق مش حاسس، لان الطرق ممهده واسعه وحاجه حلوه يعني. واسعه. فبالتالي كنت عندنا دلوقتي طرق شويه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله عندنا كم طريق دلوقتي فظاع، بس هناك الدوائر حلوه بصراحه. عندهم الدوائر حلوه. واخد بال حضرتك؟ فخليني اتصل بالمدام من الكويت او باحد من بناتي اكلمهم على اساس ما نمش. فده خلاني ان انا انزل مصر واروح اتوجه للدكتور هشام على طول. يعني ايه الحاله بتاعته؟ الحاله طبعا لما كشفنا عليه اول ما بيجي له، عاده العيانين عندنا بيتواصلوا بالمركز قبل ما بيجوا، وببتدي اقول لهم يصوروا لي الحلق من قبل ما يجي لي، ولو عامل فحوصات يبعتها لي، وابتدي اعمل زي سيرفي بسيط كده الوزن والطول والسن وكل الكلام ده. بيبتدي يجي لي ببقى انا عامل تقريبا فكره مبدئية عنه. أول ما بيجي لي بقول له تعالى لي صاي كمان لهذه الدرجة. أول ما بيجي المركز بتعمل نستكمل بقية الفحوصات والكشف، بتدي أعمل له منظار على مجرى التنفس، حاجة فايبر أوبتيك، المنظار بشوف بيه مجرى التنفس كله، وبيتخذ قرار العملية في خلال ربع ساعة من وصوله. حالة الأستاذ رياض لما شفناه الحقيقة كان عنده تضخم في اللوز بشكل غير طبيعي، وطبعا تضخم اللوز مع كتمة ودخول وخروج الهواء بطريقة صعبة جدا، ده بيخلي سقف الحلق واللهاء وعضلات الحلق المنطقة بتاعت الحلق كلها يبقى فيها ارتخاء شديد جدا. الارتخاء ده وانس ان هو حصل بيستمر يزيد، خلاص الفيشس سيركل او الدايرة المغلقة دي ما بتقفلش. كل يوم اكتر من التاني، كل شهر اكتر من التاني، كل سنة وهكذا، يخش بقى في اختناق، يخش في مشاكل ضغط،
يخش في مشاكل القلب ويخش في مشاكل سكر ويخش في كل ما يمكن ان تتخيله حضرتك. طبعا لما جالنا شفنا الكلام ده قلت له انت محتاج عمليه. الحقيقه كان هو طبعا جاي وزي ما حضرتك شايف كده هو جاي وقاري وسامع وشايف، وده عيان الحقيقه من العينين اللي بيريحوني جدا لان هو جاي هو لا ما شاء الله ده عارف ربنا يخليك يا دكتور مذاكر يعني سليب تيست وبتاع. اقول لك حاجه بقى يا دكتور، اول ما دخلت انا اول ما دخلت قلت له ايه؟ قلت له انا عندي سليب ابني. قال لي نعم. قلت له انا عندي سليب ابني سندروم على طول بالظبط. قال لي طب اتفضل على طول. عمل لي منظار على طول مفيش دقيقتين قال لي عمليه. قلت له طب شو يا دكتور؟ قال لي عمليه. قلت له خلاص امتى؟ قال لي تحب دلوقتي ولا بكره؟ قلت له طب سيبني اجهز نفسي يعني لانه مش انا جاي يكشف بس هو اكيد بكره بس يعني على طول هو قال لي نفس الكلام يعني. قلت له لا سيبني اجهز نفسي لما ما قلتش لحد ومفيش غير اخويا بس الصغير معايا. بس روحت وبتاع واتصلت بيه تاني وحدد لي العمليه. كان الاوبستراكشن فين؟ في اكثر من منطقه؟ لا لا الاوبستراكشن في ليفل واحد اللي هو منطقه الاوروفارنكس منطقه الحلق، لان احنا عندنا كذا اوبستراكشن موجودين من اول الانف للحلق لمنطقه الهايبوفارنكس لغايه اللارنكس تحت. هو يعني الى حد ما حظه كويس ان المنطقه لسه جاي لي يعني يعتبر سنه معقول 50 سنه ده السن الطبيعي بتاع موضوع الشخير والخنقه لغايه 80 سنه. فالمنطقه كانت منطقه الحلق، شلنا له اللوز، عملنا له تجميل في سقف الحلق واللهاء، عملنا له شد في عضلات الحلق كمان. على فكره بقول الكلام ده ببساطه لكن هي التكنيكس بتاعت العمليه الحقيقه ادق من كده بكتير قوي. كل حاله غير الثانيه فيها تفاصيل فيها كل حاله غير الثانيه وكل عضله بتتشاف اثناء العمليه تتشد قد ايه، كمل لي الوسع بقى شكله عامل ازاي. الحقيقه كان يعني من الحالات اللي طبعا الحمد لله هو قدامنا بقى له 10 ايام عامل العمليه يقول لنا بقى اخبار بقى يعني ايه اللي حصل بعد العمليه. انا كنت بقوم الصبح مصدع الاول، دلوقتي صداع مفيش بصراحه، دايما كان جسمي يبقى سخن. لا انا دلوقتي بنام 4 ساعات بس وبقوم فايق جدا جدا. النفس بقى مرتاح عندي، بقيت اخد نفس. لسه امبارح سالت الدكتور هشام انت في حاجه شلتها ورا مناخيري؟ قال لي شلتها. فلاني نفس بقى كتير يا دكتور، هواء داخل، هواء فيه هواء داخل. اللي اتشال ورا المناخير ده للحميه ولا لا 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 هو سقف الحلق. سقف الحلق انا قلت له كده يعني كان لازق على 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 البوستير فرنجيال وول بيقفله، فهو حاسس ان في حاجه قافله عنده. ده لما بيتفك بيتعمل فيه البلاستيك سيرجري او بيتعمل فيه التجميل خلاص الاير واي افتتح، الهواء دخل. واهم جمله بحب اسمعها ودي الجمله الوحيده اللي الكل متفق عليها، انا بصحى الصبح فايق، بصحى الصبح مختلف. دي فعلا حقيقة. بقيت انام، كلمه بقيت انام دي انت حضرتك مش متخيل ان انت حضرتك تقدر تنام 8 ساعات تصحى الصبح تعبان. ده بقى بينام 4 ساعات دلوقتي. بس الاربع ساعات الساعه نايم سليب دي بسليب مفيش بقى دي بسليب. نقص اكسجين لانه كمان احنا محتاجين نعمل حلقه على تاثير نقص الاكسجين على الليل اثناء النوم بقى اللي هو دراسه النوم لسليب نشرحه للناس قوي عشان نشوف يعني ايه الاماكن بتاعت عدم النوم بتحصل ازاي. انت نورتنا النهارده، ربنا يخليك يا دكتور ايمن بجد يعني. ربنا يخليك، شرف كبير لي يا دكتور. سلامي كل الجاليه المصريه اللي موجوده في الكويت، ربنا يخليك يا دكتور، الخليج العربي. انا اتشرفت بيك. الراجل ده جاي لي يقول لي انا عايز اعمل العمليه بالكوبليشن. فعلا انت ذكرت ده انا فعلا وقلت له الاول كده. فحتى في الدكتور التخدير بقول له دكتور بالكوبليشن وخلاص بيخدر. قال لي انت كمان؟ قلت له انا جاي اصلا من الكويت عشان الكوبليشن. لا ما هو الشباب الصعيد الشباب اذكياء جدا. انا درست يعني، انا شفت طلبه الطب بتوع الصعيد، لا ولاد شاطرين عندهم ذاكره كويسه، بيذاكروا كويس، عندهم مخ كويس جدا. طبعا انا يعني شويه يعني انا شرقاوي واصل الصعيدي اللي هو شرقاوي ولاد عمنا برضه. ما هو احنا كل الشرقاوي معظمهم ولاد عمنا صعيد. ولاد عمنا فاحنا اصلنا صعيد، اصلنا صعيد افارقه يعني. فايه نورتنا حبيبي يا دكتور، نورتنا سعاده الباشا وسعيد جدا بهذا ممتع. اهلا بيك. طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، الاسم الكبير في عالم الانف والاذن والحنجره، واستشاري الانف والاذن والحنجره واستشاري العلاج بالليزر، وطبعا زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم والجمعية الأوروبية للشخير أيضا، واستشاري أستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. ك
كان في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق. وطبعا اللي نورنا النهارده الاستاذ رياض احمد، يعني الراجل المحترم الجميل، ربنا يخليك يا دكتور النهارده، ومذاكر ما شاء الله. ده حاجه جميله قوي انه المريض يوصل لمرحله الثقافه يبقى فاهم. ليه يا دكتور؟ ايوه، لان انا جاتني فوبيا عدم النوم، خايف اموت فلازم اذاكر. ده انت قلت حته مهمه قوي. فوبيا، عارف فوبيا؟ انت يا دكتور عارف طبعا. عارف طبعا، عارف فوبيا. يعني لما اجي انام على السرير خايف انام، بقعد ساعتين ثلاثه بص اقرا قران بقى واستغفر واتشاهد عشان انام، لان انا هنام هموت. وصلت للمرحله دي؟ وصلت لها كده، فلازم انزل يا دكتور هشام، مفيش حاجه حل تاني. انت نورتنا حبيبي يا دكتور. شوفوا، قد تصل الخوف من الحلقه انه فوبيا من النوم، دي محتاجه دراسه لوحدها، هندرسها. خليكم معنا سلحة. فحوصات ما قبل الزواج هو حماية للمستقبل لينا، فالقصة لازم تتاخد بشكل عميق شوية. موضوع فحوص ما قبل الزواج موضوع مهم جدا، مش بس أنا بفحص زوجين عشان قدرة إنجابية وقدرة جنسية وأمراض وراثية، لا، أنا بفحص قدرة جسمانية. كتير قوي من الشباب بالصدفة عملوا تحليل لقينا في غياب تام للحيوانات المنوية. الفحص ده لكل الناس اللي هي مقبلة على زواج، أمراض الورثة.